بالهنا والشفا يا بيه. شكرا. اسم الكريم ايه؟ خاتمك مغاوري يا بيه. يلا مغاوري كل. يا انت راجل طيب يا بيه، ما عادش حد بيحن على الفقير دلوقتي. ليه يا مغاوري؟ مع ان مصر دي فيها خير يكفي الدنيا بحالها. ابن بطوطه اللي قال كده. بسم الله. بطوطه مين يا بيه؟ ده مؤرخ قديم رحاله لف الدنيا بحالها، قال على مصر ان مفيش فقير فيها ممكن ينام من غير عشاء. من يومها الناس تقول لك محدش بينام من غير عشاء. لا يا استاذ، والله ناس كتير قوي بيناموا من غير عشاء. قال لك ان في الصعيد ما كانوش يمنعوا الفقير من دخول معصرة القصر. فأي واحد غلبان مش لاقي يتعشى يعمل ايه؟ يروح على اي بيت بيخبز ياخد منه رغيف عيش سخن. والرغيف رغيف قد كده مش قد كده، ويطلع على معصرة القصر يدخل يزق الرغيف في قدرة العسل الاسود وياكل ويتهنى وينام. يا سلام يا استاذ، كانت امتى الايام دي؟ مش من بعيد، 800 سنه بس. فين الدقه يا عم؟